عشان مصلحة النادي. أنا أكبر منك سنا وأكبر منك خبرة. صالح فنانكو المانيكان بتاع الكورة، هس الواحد رايح حفلة عامل زرائس الباليه، حضر فكره قبل ما تيجي الكورة، صانع اللعب قادر يبقى هداف الفريق. صالح له مكانة من الهيبة والحب، كنت بحب اتفرج عليه وهو بيمسك الكورة وانا بلعب ضده. كلمة كابتن متفصلة عليه، هو كابتن على طول، هو القدوة ككابتن لأي فريق. أطلق عليه في الفترة دي الماستر، عمل للعيب الكورة اسمه وكيان. صالح سليم في الترسانة طبعا مصر اتقلب، أصل كلمة الاستغناء دي مربط الفرس في شخصية الكابتن صالح. هو القرارات صالح سليم اللي بياخدها. صالح سليم ما كانش بيعلق يافطه، بس اوعى أرجوك تديني صوتك حتى لو إنه هنكسب كأس العالم كده. راح الوقت اللي هتلعب فيه كورة. صالح لو عمل اي حاجه كان الناس هتتقبلها، لكن انا شايفاه ممثل عظيم، انفعالاته محسوبه بدقه بالاضافه الى تكوينه الشخصي وسماته الشخصيه، بس هو كاريزماتيك. قريبا.